المشاهدين، اهلا بيكم في فقره صحتك بالدنيا. النهارده ميعادنا مع الجراحات التجميليه، هنتكلم بالاخص عن الحروق. ولو هنعرف الحروق هنقول انها الاصابه الحراريه للانسجه، ده بيبقى نتيجه تعرض الجسم للاشعه الضاره او للمواد المشعه او للحراره الزايده. وطبعا بينتج عن الحروق بعض التشوهات والاصابات اللي بتسبب الام مبرحه جدا لجسم الانسان وبتسبب الام نفسيه ايضا. عشان نتكلم عن الحروق ونقدر نمحي اثار الحروق بيساعدنا استضافه الدكتور منير ويليام، مستشار جراحه التجميل والامراض الجلديه والعلاج بالليزر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور منير. فعلا الحروق بتسبب اثار نفسيه قبل ما تكون اثارها بتبقى يعني التشوهات اللي بتسيبها. نتكلم ايه اسباب الحروق؟ طبعا ليها اكتر من سبب، فعايزين نعرف في البدايه اسباب الحروق. هو الحروق الحقيقه يعني من الاصابات الخطيره جدا اللي ممكن لو اصابت اي فرد تاثر معاه فتره طويله جدا من حياته وممكن تغير اسلوبه وسلوكه في الحياه. في انواع كثيره جدا من الحروق. على سبيل المثال الحروق اللي ناتجه عن اللهب نار، وايضا اللحوب الحروق اللي ناتجه عن الماء اللي بيغلي، وفي نوع ثالث من الحروق اللي هو الحروق الناتجه عن الاصابه بالمواد الكيميائيه، الحرق الكيميائي سواء كان ماده حمضيه او ماده كلويه وما الى هذا. في نوع رابع من الحروق اللي هو الحروق الناتجه عن التيار الكهربائي، الحروق الكهربيه. في نوع ثاني خامس من الحروق بنشوفه في الاماكن المدخنه جدا لما يكون دخان شديد جدا، اللي هو الحروق الناتجه عن استنشاق اللهب. وفي نوع برضو اخير من الحروق اللي هو الحروق الناتجه عن التفاعلات النوويه والانابل النوويه وما الى هذا. ففي انواع كثيره. اي درجه اخطر؟ يعني مين اخطر نوع من انواع الحروق؟ لا السؤال مش كده، لان كل نوع ممكن يكون بسيط جدا ويكون خطير جدا. ده بيعتمد على الجرعه المتعرضه، على نسبه هذا الحرق قد ايه في جسم الانسان، على عمق هذا الحرق، هل هو من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة، على المكان المصاب به الحرق. معنى كده أن الحروق بيبقى ليها درجات؟ الحروق بالضبط زي ما انت بتقولي ليه ثلاث درجات. الحروق اللي من الدرجة الأولى ممكن تصيب طبقة البشرة، بمعنى أن هي ممكن تكون سطحية، السطح الخارجي يعني، السطح الخارجي للجلد. وممكن الحروق تيجي في الدرجة الأعمق اللي هي طبقة الأدمة وتبقى حروق من الدرجة الثانية. ممكن الحروق تكون أعمق من كده وبدرجة أعمق، لدرجة إن هي ممكن توصل لغاية العظام وممكن تؤدي إلى فقدان كامل للأعضاء، يعني واحد اتحرق دراعه بالكامل سقط أو رجله بالكامل وهكذا، حاجات العنيفة جدا. فهي تعتبر ثلاث درجات. دكتور منير لو هنتكلم عن جزء جزء، لو هنتكلم مثلا الحرق اللي بيبقى ناتج عن المية السخنة، إزاي نعالجه وإزاي نعمله الإسعافات الأولية بتاعته؟ والحقيقه ده سؤال مهم قوي. اخطر حاجه في الحرق احنا بنخاف من ثلاث مشاكل كبيره. المشكله الاولانيه اللي هي الصدمه العصبيه النفسيه اللي بتحصل للشخص ده من الحرق، والمشكله الثانيه اللي هي فقدان السوائل من جسم الانسان، جزء اتحرق فابتدى يتسلخ، ابتدى يتقشط، يعمل تمددات، ابتدى يفقد سوائل. المشكله الثالثه الرهيبه برضو اللي بنخاف منها في هذا المريض اللي هو الاخلال بالتوازن الايوني بتاع السوائل والمعادن بتاعه جسم هذا الشخص. فانا وبعالج اي حرق من الحروق كلها لازم اكون حاطط في بالي الثلاث مشاكل دول. فمثلا على سبيل المثال اللي ناتج عن ميه سخنه او ميه بتغلي او حاجات زي كده، اولا في حاجات تقاليد خاطئه جدا معروفه اللي يقول لك نحط معجون سنان او نحط زيت او نحط الكلام ده كلام لا اساس علمي له على الاطلاق. ولكن في نصيحه ذهبيه دايما بنقول ان لو ميه سخنه وميه بتغلي كمادات ثلج موجوده عليها وبعدين يتم لف المريض ونقله الى اقرب مكان، ده كاسعاف اولي. لكن انا عايز اقول لك ان هذه الحروق بتبقى ثلاث درجات. الدرجه الاولى بيكون في تورم واحمرار في الجلد، فدي سهل عن طريق كمادات الثلج ومشروب مهدئ المريض يعدي وتبقى ما فيش مشكله. اللي من الدرجه الثانيه بيبتدي يحصل احمرار، لو سبناها 3-4 ايام تبتدي تعمل بصور وقروح وتبقى المشكله اعمق، ودي محتاجه اسعاف اولي يروح مستشفى ويبتدي الطريق الدكتور يتعامل معاه بطريقه من كذا طريقه معروفه، سواء كان طريقة عن قفل الحرق او فتح الحرق، لان في كذا تكنيك بالنسبه لعلاج الحروق. انما النوع يعني الثالث يعني ايه يا دكتور قفل الحرق او فتح الحرق؟
في دكاترة بتحب انها تعالج الحروق بانها تسيبها معرضة وبتنشف وتدي مواد معينة حافظة للجلد. وفي وانا الحقيقة بعض هؤلاء الاطباء. في اطباء تانية بتقفل وتحط مراهم وتربط الجرح. والحقيقة مشكلة القفل ان لو في تشوهات بتحصل في المريض فبتحصل دايما من الطريقة اللي فيها الجلد مقفول. انما الطبيب اللي بيعالج الحرق بالطريقة بتاعة فتح وكشف الجلد دي بيبقى نسبة التشوهات فيها اقل كثير جدا. يعني معظم الحالات زي الحالات اللي بنشوفها المعرضة معنا قدامنا في الصورة دي مثلا, دي حالة من الحالات اللي جات لنا. المريض ده كان رابط دماغه بيحط كريمات ويحط محاليل وواضح الرقبة بتاعته كان فيها تشوه كبير جدا, ده ناتج عن قفل الحرق والتشوه اللي كان ناتج موجود عنه. هذا المريض لو عولج بنفس الطريقة على طريق جرح مكشوف ولم تستخدم الكريمات بطريقة معينة كان ممكن يكون أفضل في الصورة الأولية لي وقت ما كان جالنا. النوع الثالث اللي هو فيه الجرح عميق اللي فيه مثلا جرح وصل لدرجة أنه حرق عضلات أو ابتدى يؤثر على العظام بتاعة المريض, ده احنا محتاجين نعمله معاملة خاصة داخل المستشفى ويبقى الطبيب قريب جدا منه في الرعاية المباشرة, مش كل يوم في الغيار أو المتابعة لأن ممكن تكون قريب منه كل ساعة لأن بتبقى حالة المريض كريتيكال وتبقى الحالة بتاعته فيها شيء كتير من الخطورة. وطبعا الجراحة بتتدخل في الحالات الخطيرة اللي زي دي يا دكتور صح؟ شوف سيادتك احنا بنتدخل جراحيا في بعض الحالات. اولا لو كان الحرق يعوق تنفس المريض مثلا حرق في الرقبة فانت ممكن تتدخل جراحيا تعملي له فتح التنفس التنفس من المريض ويتم شفط السوائل من داخلها او حاجة زي كده. ممكن الجراحة بتتدخل لو في فقدان كامل للجلد في خلال 24 او 48 ساعة ممكن تبتدي تدخلي عن طريق رقعة جلدية او لف شرائح علشان تقدري تحمي هذا المريض وتاخدي نتيجة سريعة من الاول. لكن الحالات اللي بتتأخر لغاية اسبوعين بيبقى تدخل الجراحي بتاعها متأخر. لكن عادة في حالات الحروق اللي التدخل الجراحي المبكر بتكون النتيجة اعلى كتير من التدخل المؤخر. دكتور نروح لمرحلة تانية, لو نتكلم عن الحروق اللي بتبقى ناتجة ان الانسان اتعرض لحروق كيماوية, برضو ايه الاسعافات الاولية الخاصة بيها وازاي نعالجها؟ الحقيقة ده نوع مهم جدا وده سؤال مهم جدا. الحروق الكيميائية خطيرة جدا والاسعاف الاولي بتاعها اللي دايما بحب المشاهد يكون عارفه قوي ان اي حرق كيميائي ناتج عن مادة حمضية زي المادة حمضية زي مية النار او مادة قلوية زي الصودا القوية او حتى عن الفينول, اهم حاجة في البداية كاسعاف اولي ابنك او بنتك او انت واي شخص ليك انك تمشي المكان المصاب بهذا الحرق تحت مية. الحقيقة لما نمشي الجرح تحت مية احنا بننقذ المريض من 5 عمليات ممكن تتعمله, لان الماء اللي ماشي السار بتاع الحنفية ده ممكن يشل من هذه المواد الكيميائية نسبة عالية كبيرة وتصلح معايا كتير في الاصلاح. فاول نصيحة اولية بنقولها ان احنا نستخدم الماء اللي موجود تحت ايدنا وبعد كده نشوف نوع الحرق. اذا كان الحرق كيميائي ناتج عن مادة حمضية زي صودا قوي اجيب مادة قلوية بكربونات الصودا الموجودة عندنا في البيت معلقتين نحطهم على لتر مية وندوبها ونحطها على المكان المصاب بالحرق الحمضي. لو كان الحرق ناتج عن مادة قلوية زي الصودا الكاوية بسيطة, بعد ما اعمل المية اجيب مجرد الخل اللي موجود عندي في البيت لتر خل قصاد لتر مية واخففه واحطه على المكان اللي فيه المادة الحمضية. لو كان الحرق ناتج عن حاجة زي الفينول فممكن السبيرتو الطبيعي اللي موجود تحت عندي في البيت احطه عليه. لكن النصيحة الجوهرية اللي انا بقولها في هذه الحالة استخدام الماء العادي في البيت وبعدين استخدم مادة تعادل هذا الحرق. الكيميائي الحمضي ادي له مادة قلوية, القلوي ادي له مادة حمضية وهكذا تبقى ماشية الامور. الحقيقة لو المريض اتبع هذا الكلام بدل ما هتتعمل له 3-4 عمليات ونتائجهم متأخرة ممكن من عملية واحدة بسيطة او من غير عمليات يتم اسعافه اولي ويعدي الحالة بخير. فده سؤال مهم جدا الحقيقة. دكتور نتكلم عن دور جراحات التجميل في علاجها بقى للحروق, يعني دورها واصل لحد فين؟ الحقيقة انت بتتكلمي كلام خطير جدا والكلام مهم جدا. احنا كنا وظيفتنا في الاول بتغطي لغاية نقطتين, يا اما بنسيل اثر الحرق ونحط رقعة جردية يا اما بنشيل اثر الحرق ونبتدي نعمل شريحة باللفة. ده كان في البداية. لكن يعني ايه شريحة باللفة؟ هو الفرق بين رقعة جلدية اللي هي عبارة عن طبقة خفيفة من الجلد تتحط في مكان من مكان لمكان. لكن كلمة شريحة معناها طبقة من الجلد والعضلات اللي موجودة تحتها تتلف لكن لا تنفصل. لكن الشريحة بتنفصل, اخدها من الرجل احطها في الايد دي شريحة.
انما دي اللي هي الرقعه الجلديه، اخدها من الجلد احطها في اليد، دي رقعه بسيطه. انما الشريحه لا، اخد عضله كامله والفها اغطي المكان المشوه، لكن لازالت ملتصقه بالجسم، اخد عضله ما تنفصلش عن الجسم، ما تنفصلش، دي الشريحه. لكن اتقدمنا شويه بقى، في دلوقتي ممكن نزرع ممددات انسجه. ممددات الانسجه دي ممكن تتزرع في المكان المشوه، في المكان الغير مشوه الملاصق للمكان المشوه. هذه عباره عن ممدد انسجه، يعني ايه؟ يعني جهاز ممكن شكله يكون دائري او كروي او بيضاوي حسب اللي الدكتور شايفه، وحجمه بيختلف، ممكن يبقى 50 سم وممكن يكون 200 سم مكعب على حسب مساحه، حسب الشكل المساحه بالظبط بالظبط. وتحط الجهاز ده وتزرعيه، وبعدين بتبقى بعد اسبوع ولا حاجه السلك يتفك، وتبتدي تحقني الجهاز ده من خلال صمام، يبتدي يتمدد معاكي لغايه لما يديك الشكل والحجم اللي انت عايزاه. ودي بتبان اكتر في الحالات بتاعه فروه الراس، يعني يمكن الصور اللي احنا بنعرضها قدام المشاهد دلوقتي اللي هي حالات الحروق اللي موجوده في فروه الراس، بيبقى احنا زارعين جهاز تحت الجلد في منطقه الراس، وبعد كده هذا الجهاز يبدا يتمدد الى حجم معين. المريض بيتابع على عيادة الطبيب لغاية لما يوصل لحجمه وشكله معين، وبعدين بتتعمل له عملية تانية بعد كده، بنشيل الجهاز ونشيل المنطقة المتليفة اللي ما فيهاش جلد خالص، ما فيهاش شعر خالص، والجزء اللي تمدد بيبقى كافي. ما كافي انت بتظبطيه انت بتظبطيه. يعني يمكن الحالة اللي معروضة قدامنا دلوقتي على الشاشة، الطفل ده كان موجود في إصابة كبيرة جدا، نص فروة الرأس تقريبا ما كانش فيها شعر وناتج عن حرق في الناحية اليمنى، اتركب له ممدد أنسجة وابتدى ليه حجم معين وشكل معين. طبعا احنا بناخد بنقيس المساحات بطريقتنا، وبعدين بعد حوالي اسبوعين ثلاثة او شهر هذا الطفل جه اتعملت له عملية تانية، تم استئصال الجهاز والمنطقة المتليفة اللي ما فيهاش شعر، وشد الجلد بطريقة معينة.